لحضراتكم، لكم التحية. وفي البداية كده عايز أقول لحضراتكم إنه الخميس اللي جاي، لأ اللي بعده، أجازة رسمية بمناسبة مولد النبي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. فقلت أقول لحضراتكم كده في البداية إنه الأجازة الخاصة بمولد النبي هتكون مش الخميس اللي جاي، لأ اللي بعده، لأنه هو يوم الأربعاء. الناس بتهتم بالأجازات جدا. طيب عايز أقول لكم كمان إيه معانا في الجزء الثاني من الحلقة. الجزء الثاني من الحلقة، وامبارح لو حضراتكم فاكرين سيادة الرئيس امبارح وهو في بني سويف قال إنه تمت الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني اللي تم التوافق عليها من كل القوى السياسية والمجتمعية اللي شاركت في الحوار الوطني. هنتكلم عن اللي وافق عليه سيادة الرئيس أو اللي راح لسيادة الرئيس ليه من الحوار الوطني. هيشرفني في الجزء الثاني من الحلقة دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر. مسترال وصلت ليبيا، و يا جماعة الجيش المصري ربنا يحميه ويحفظه يا رب العالمين. انت بتتكلم في انتصار حصل في 6 ساعات. سعيدة جدا باحتفاء السوشيال ميديا بالدور اللي بيقوم بيه الجيش المصري في ليبيا، في الأحداث اللي مرت بيها وبتمر ما زالت بيها ليبيا. وصول مسترال لليبيا للعمل كمستشفى ميداني. سيادة الرئيس من كام يوم لو حضراتكم فاكرين، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وجه بتجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني، إلا أنها معدة قادرة على إدارة الأزمة دون أن تكون هناك أعباء على الليبيين. كمان سيادة الرئيس أكد على أنه المتابعة مستمر للأحداث في ليبيا وعمليات الإنقاذ وانتشال الجسامين ومجهودات إسعاف المصابين ونقلهم بسرعة للمستشفيات. دور كبير بتقوم به مصر على كافة المستويات، ودور عظيم للجيش المصري. احتفاء السوشيال ميديا بالدور وهم بيصوروا تفاصيل وحاجات موجودة على السوشيال ميديا لدور الجيش المصري شيء عظيم، شيء كده كلنا نفتخر بيه. طيب خلينا نعرف ليه المسترال وايه الدور اللي بتقوم بيه قواتنا المسلحه المصريه في ليبيا دلوقتي. خليني ارحب بسياده اللواء دكتور سمير فرج، مفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام عزه لحضرتك وكل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك دكتور سمير. دكتور سمير، ليه في اهميه كبيره من مصر تجاه ما يحدث في ليبيا؟ تمام، اسمحينا في البداية مدام عزة نقول ان ده قدر مصر انها الشقيقة الكبرى لكل الامة العربية. نعم. سيادة الرئيس يوم ما تولى المسؤولية في اول خطاب له لفظ مسافة السكة. أي. ان اي دولة عربية هتتعرض من الداخل باي اضطرابات او مشاكل فمصر هتخش فورا وتساعدها. نعم. حاجة تانية حضرتك قلت ليه؟ ليبيا أولا جار مباشر لمصر، حدودها 1300 كيلو، بتعتبر أمن قومي مباشر لمصر. نعم. أي حاجة بتحصل فيها بتأثر على مصر، وإحنا عارفين لما بعد رحيل القذافي الله يرحمه، داعش دخلت المنطقة وشفنا المشاكل اللي جات لنا من هذا الاتجاه لحد ما حفتر الفريق عبد المنشير حفتر قدر يطهر داعش واستقرت الامور من ناحيه الارهاب. لما حصل حادثه الكارثه ايوه سيادة الرئيس اعلن حداد 3 ايام. ايوه ده عشان الشعب المصري يعني يحس انه بالالم اللي بتعيشه الشعب الليبي. نعم. ويوم الجمعه عملنا صلاه الغائب في المستشفى في أيوه. في الجامع في الجوامع كله. نعم. اول تحرك من سيادة الرئيس ثاني يوم بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه وراح وزاره الدفاع. واجتمع، يمكن بعض الناس قالت ان بالمجلس الاعلى، لا لا لا، ده اجتمع بالقاده اللي هم هينفذوا عمليات الانقاذ في ليبيا. نعم. مثال مدير الخدمات الطبيه كان قاعد لانه هيفتح مستشفيات. ايوه. الامداد والتموين قاعد هيفتح المخابز.
نعم. مدير اداره المياه بالقوات المسلحه عشان حيميه ضغوطات مياه، لان البلد البنيه الاساسيه كلها اتضربت. ايوه. ساعتين ونص كانت الرئيس ادى تلقين كامل بان احنا هنبذل كل الجهود لمعاونه اشقائنا في ليبيا في هذه الازمه. نعم. قرار تاني كان هايل وهو سيتم ارسال السيد رئيس الاركان حرب القوات المسلحه نعم الى منطقه الازمه نعم ومعاه القاده اللي يشوفوا عشان يدرسوا ويطلع احنا هم عايزين ايه المطلوب نعم. بدل ما نودي حاجات زياده وحاجات اقل. ايوه. وفعلا طلعوا عشان كده مدام عزه تاني يوم يعني رئيس الاركان هو هناك قال يا فندم البلد لا يمكن ان احنا نعمل فيها معسكرات ايواء واغاشه. فكان قرار سيادة الرئيس طب خلاص يبقى نعمل المعسكرات دي. علشان كده هو سبق بالظبط لنقل الموقف الميداني بالظبط وايه المطالب. طب انا هقول لحضرتك حاجه نعم. من احد المطالب 5000 انت عارف الباج اللي هي بتحطوا فيها الجسامين بعد ما يتوفوا، لان انت شفت بقى في اول الحوادث بطانيه ويرمي في الارض ويدفن. يعني بقول لك احنا لم يعني نتغاضى عن نقط صغيره في 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 هذا الموضوع. كل التفاصيل اتحددت. احنا عايزين كام لودر وكام بولدوزر وكام جرار وكام كرين كتير وابتدى وبعدين دفع مجموعه الانقاذ بتاعتنا اللي هي بالكلاب الحرب، ودول طلعوا في اول طياره والمناشير عشان عمليه الانقاذ من البيوت. تاني يوم بقى سيادة الرئيس حضر الاصطفاف. ايوه. الاصطفاف ده مدام عزه مش رص معدات ومن المنظر بكام لا كل عربيه من دول يا مدام عزه كان لها مهمه. كل حاجه كانت واقفه مش عمليه ان احنا بنستعرض لا ودي راح فين وهتفتح فين وتعرض الموضوع ده على يعني سيادة الرئيس. نعم. عايزين نقول ان في حاجات صغيره احنا خدناها قبل كده. انت عارفه في التسعينات كان عندنا مشكله السيول في 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 الصعيد مصر. ايوه. واحنا القوات المسلحه اللي نزلت وشاركت وعملت كل ده. اما القوات المسلحه بتعمل اي عمل في نهايه العمل ده بنقعد نقول الدروس المستفاده. ايوه. عشان لو حصل تاني يتكرر نبقى احنا عرفنا لو كان في قصور في ناحيه معينه نغطيها. هل تعرف يا مدام عزه ان احنا لما هنفتح معسكر الايواء هيبقى جزء للخيم والبطاطين والمراتب. هيبقى في مطعم عشان توفير الاكل. ايوه. هيبقى في نقطه طبيه. ايوه. عشان هيبقى في ايه بقى؟ مدارس. انت عارفه ان الموضوع ده مدارس. طب الاطفال دي هتقعد فين؟ تمام. يعني يا فندم سفر سياده الفريق اسامه عسكر كان لنقل الواقع الليبي والمأساة واصله لفين علشان توصل لسياده الرئيس. فسياده الرئيس السيسي يقول له ياخد قرار اللي هيتم العمل هناك. الله ينور عليك. بدل لان هقول لك حاجه في ناس ما احنا كان في ايام ازمه احنا رحنا تركيا وانا رحت هناك نعم. في ناس نعم. طيارات ابعت ادويه ابعت اغذيه بطاطين. طب وبعدين لا ده بقول لك احنا وصلنا حتى لدرجه كان يوم في مناقشه. ايوه. المدارس اللي بتاعت الاطفال الليبيين دول هيدرسوا بالكتب العربي ولا بتاعت مصر؟ والله بقول لك يعني هيتعمل مستشفى ميداني وهيتعمل مدارس وهيتعمل مناطق او خيم ايواء معيشه ومطاعم ووحده صحيه لكل واحده زائد عناصر الانقاذ دلوقتي شغاله تحت البيوت بكلاب الحرب والمناشير عشان تطلع هذه الجسامين واللي شغالين في البحر كمان يا فندم. ده لسه هقول لك بقى. جه بقى سياده الرئيس ادى قرار بالمسترال. المسترال دي ايه المشكله ايه الميزه بتاعتها؟ انها هي سفينه قياده وسيطره وحامله طائرات مروحيه. نعم. بتشيل 10 طيارات مروحيه عشان تجيب انقاذ من البر وتدخلهم عشان يتعمل لهم العمليات. هذه طبعا مسترال وصلت قاعده طبرق النهارده. نعم. الحمد لله ودخلت. نعم. كانت شايله المعدات الثقيله اللي حرام تحركيها بره من ليبيا من اسكندريه ولا من القاهره لحد ليبيا. فشالت لانها بتشيل حتى 400 مركبه. فكل الحاجات التقيلة راحت في المسترال عشان تنزل على طول وتنفذ عملها. الاوناش الكبيرة والبزرات والجرارات اللي حرام انها تمشي على الاسفل. ايوه. المسترال فيها 2 غرفة عمليات. جراحة عامة. ايوه. وفيها غرفة جراحة اسنان.
فيها مجموعة جميع الأشعاعات السي تي وكله كله موجودين فيها مجهزة طبيا تماما كله كله نعم. فيها 69 سرير نعم وممكن أن تقوم بإجلاء حتى 1500 فرد الله وعلاوة على كده بقى كلفة إنها هتبقى مركز قيادة لكل العملية في ليبيا لان تمام. هي مجهزة لكده هي سفينة قيادة نعم. على فكرة مدام عزة المسترات دي زي مدينة دي مدينة كاملة ما انا فهمت كده برضه انت فاهمة فعشان كده هي هتقود العملية كلها بتاعة الاغاثة طبعا طلع معاها غطاسين من قناة السويس الضفادع البشرية لان طبعا حضرتك عارفة ان لما السيل نزل خد بني ادمين كتير يعني النهاردة بيقولوا حوالي 1000 قتيل حتى الان موجودين في المايه موجودين في البحر والمشكله بتاعت معنا البحر فيديوهات إيه؟ يا شباب ايوه اتفضل البحر لما نزل المايه نزلت جايه بالطين البني من الجبال فالمايه بقت كلها بني المايه لو كانت شفافه ما يبانش المايه لو كانت شفافه كان هليكوبتر من فوق تطير وتطلع هنا وهنا وهنا سهل ايوه فبالتالي اصبحت صعوبه كبيره جدا عشان تعمل هذا الكلام نعم الحاجة الثانية بقى أتحدى لو كان في حد عمل حاجة أنت عارفة المشكلة سببها إيه يا مدام عزة؟ كان في سدين أيوه السد الأولاني على مسافة 3 كيلو من البلد أيوه والسد الثاني بعديها من كيلو من البلد أيوه ده كان بيحجز مياه الأمطار والفيضانات اللي بتحصل نعم فمن بعد رحيل القذافي ما فيش حد عمل حاجة ولا صيانة ولا بتاع والنائب العام الليبي بيحقق النهاردة مش فاضيين ما البلد فيها فوضى فوضى بالظبط نعم بالظبط فالنتيجة ان السد الاولاني اتفتح والسد الثاني ودخلت المية على البيوت شالت كل حاجة ورمت كل حاجة في البحر ومن هنا بقى برضو سيادة الرئيس امر تطلع مجموعة من المهندسين المصريين ادارة المهندسين العسكريين لمعاينة السدين ونشوف نعمل فيهم ايه انت عارفة احنا دلوقتي في ظروف ده جديد الخبر ده علي انت عارفة دلوقتي ان التغيرات المناخية بتحصل في دقائق طبعا في ساعات طبعا فممكن يحصل بكرة تاني يبقى كل اللي اتعمل ده تهد فالنهاردة في بتتعمل دراسة فنية متكاملة من بعض الخبراء تحت اشراف الادارة الهندسية للقوات المسلحة وسلاح المهندسين لمعرفة مدى يمكن عمله لترميم السد حتى لا يحدث في الفترة اللي جاية مأساة أخرى يعني وارد بناء هذه السدود مرة تانية ده بقى هيتم مدام عزة بالتنسيق مع بعد المعاينة بعد المعاينة هنبلغ الجانب الليبي هتعملوا ايه والله ادي الظروف ايه وادي الموقف عشان تصون هذه السدود مطلوب كذا وكذا وكذا الخلاصة مدام عزة ان مصر لم تبخل بشيء عن الشعب الليبي نعم وان اكبر بعثة قامت هناك احنا في اربع مخابز لحد دلوقتي طاقة المخبز من 150 الى 200 الف رغيف في اليوم هناك فاتحين وموجودين هناك اربع مستشفيات ميدانية فاتحين على الارض ده غير المسترال عشان الحاجات الكبيرة والمستشفيات الميدانية دي موجودة فيها طبعا كل شيء يعني غرف جراحة عامة وجراحة خاصة وبعدين انتنسيف كير وريكفري وسرايل المستشفى الميداني بتشيل 150 سرير يعني انت مقدمة في مخابز كمان هناك شغالة اربع مخابز قلت لحضرتك شغالين وكل ده بيقدم الخدمة للناس انا عايز اقول حاجتين في البداية ان اول تقرير جالي سيادة الرئيس بعد الحادثة مباشرة اتقال ان هناك بعض المصريين هناك جسامين لهم نعم. كان لسه العدد قليل فالسيادة الرئيس قال امر ان لن نترك جثمان مصري يدفن في غير الارض المصرية وهنا في دور كبير تم لادارة المخابرات العامة في مصر عشان تدخل في مدينة منكوبة ما فيش لا طرق ولا اي حاجة وتطلعي 79 جثمان مصري ويتم انك انت تاخدهم وتبعت القوات المسلحة طيارة وتطير بيهم وتيجي مصر وتندفن في وسط اهاليها اعتقد ده كان يعني حاجة تتحسب لمصر طبعا ولشعب مصر طبعا والكلام ده يعني مش عايزين طبعا شوفي دي اطقم الانقاذ اللي طلعت في اول الرحلة اللي قدامنا دلوقتي والهلال الاحمر طلع لان احنا كان يهمنا مشاركة القطاع المدني والهيئات والطيارات دي كلها طلعت في اول ساعة على على دارنا وهي قدمت اول
مجموعات انقاذ قبل اي حد تاني، قبل اي دوله. مصر اتحركت قبل اي دوله واكثر من اي دوله، واكثر من اي دوله. مصر اكثر من اي دوله عربيه وافريقيه واوروبيه. وكل الناس اللي راحت عباره عن طيارات، شويه اغذيه، شويه ادويه، سراير، بطاطين، خيام، ادي اللي كان تم. انما اللي حصل من مصر النهارده لصالح الشعب الليبي اعتقد ان حاجه تشرف المصريين. ونقول ان مصر دايما هي ام الدنيا. طبعا طبعا طبعا. بشكرك دكتور سمير. شكرا. هي دي مصر وهو ده الجيش المصري. ردود فعل واسعة حالة من الارتياح العام عند الناس بعد قرارات سيادة الرئيس السيسي أمس بخصوص زيادة الرواتب، العلاوات، زيادة الحد الأدنى للدخل 4000 جنيه. تفاصيل هذه القرارات امتى هيتم تطبيقها ونسبة الزيادة قد ايه، خلينا نعرف تفاصيل من أستاذ محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ عزه، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا بيك يا فندم. طبقا للي انا قريته انه الحاجات دي هتبقى محتاجه، انا بلخص بشكل بسيط، هتبقى محتاجه موافقه البرلمان المصري وهتعرض عليه اول اكتوبر، ومعنى كده انه الناس دي كلها هتقبض كل القرارات دي من 1/10 اللي جاي. قول لي انا صح ولا غلط؟ طبعا كلام سيادتك كده مظبوط. الحاجات دي، العلاوات وكل هذه الامور الحقيقه في معظمها بتحتاج الى موافقه برلمانيه واستصدار قانون من مجلس النواب. نعم. الان المجلس في الاجازه البرلمانيه اللي هتبدا في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر. نعم. بالتاكيد هيكون اول موضوع ان شاء الله هيناقشه مجلس النواب ويفرح به الشعب المصري كله، انا وهو اعتماد هذه الحزمه من القرارات التي صادرت مؤخرا بتوجيهات من معالي من فخامه السيد رئيس الجمهوريه. نعم. الناس هتقبض كل الاستحقاقات اللي اعلن عنها سيادة الرئيس امبارح 1/10 الشهر اللي جاي؟ بالتاكيد ان القانون اللي هيصدر في مجلس النواب في شهر اكتوبر يعني اعتقد بنسبه كبيره جدا هينص فيه على ان يبدا العمل بهذه القوانين اعتبارا من 1 اكتوبر 2023. تمام ان شاء الله. تمام تمام. استاذ محمد كلمني عن حاجات كده معينة بعد إذنك، محتاجة أن أنا أفهمها منك. تفضلي. كلمني عن العلاوة، العلاوات هتبقى قد إيه؟ كلمني عن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، خلينا نبدأ بالمعاشات. خلينا أقول لسيادتك إن بالنسبة لأصحاب المعاشات يمكن دي الحقيقة بالنسبة للحزمة الاجتماعية بشكل عام هذه هي الحزمة الاجتماعية الثانية في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، لأن الحزمة الأولى كانت في 1 إبريل 2023 والنهاردة إحنا في شهر 9 2023. ففي خلال يعني مدة لا تجاوز 6 أشهر دي بتعتبر الحزمة الاجتماعية الثانية لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري أو لفئات كتير جدا. نعم. نتيجة الضغوط الاقتصادية أستاذ محمد. وطبعا ده نتيجة إن القيادة السياسية والحكومة الحقيقة يعني بتعيش مع المواطن المصري وحاسة بالمعاناة اللي بيعانيها المواطن المصري وبتسعى إلى تخفيف حدة هذه المعاناة عن المواطن المصري. ولذلك كان مجموعة القرارات دي الحقيقة قرارات شاملة بتشمل تقريبا فئات كبيرة جدا جدا من المجتمع. لو بدأنا زي سيادتك ما قلت بأصحاب المعاشات. أيوة كلمني عن أصحاب المعاشات. في 1 إبريل الماضي أخذوا زيادة في المعاشات بتاعتهم 300 جنيه وأيضا في الحزمة الجديدة اللي هي هتنفذ في شهر أكتوبر بيزيد المعاش بالنسبة ليهم بمبلغ 300 جنيه أخرى. يعني أصحاب المعاشات 1/10 المعاش اللي بياخدوه زي ما هو هيزيد عليه 300 جنيه. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. تمام. ده بالنسبه لاصحاب المعاشات اللي بالغ عددهم بنتكلم على حوالي 11 مليون صاحب معاش، يعني 11 مليون اسره تقريبا في هذا رقم كبير. لو بنتكلم تكلفتها تقريبا يعني ما لا يقل عن 32 مليار جنيه، يعني العدد الحقيقه كبير جدا. طبعا. بالنسبه للموظفين استاذ عزه. ايوه يعني الموظفين هنا هتقولي على الجهاز الاداري ولا هتكلمني على الموظفين؟ ما انا بتكلم الجهاز الموظفي، الجهاز الاداري بنتكلم فيه. تمام. حوالي 4.5 مليون موظف. ايوه. زائد حوالي 300 الف موظف في الهيئات والشركات بنتكلم في 500، يعني نص مليون تاني.
5 مليون موظف دول بالكامل هيزيد ايضا، كانوا زادوا في 1 ابريل 300 جنيه ان شاء الله في 1/10 هيزيدوا 300 جنيه اخرى، وبنرفع بكده غلاء المعيشه من 300 اللي كانت في 1 ابريل علشان تبقى 600 جنيه، يعني 300 زائد ال 300 الاولانيه، يعني يعتبر زاد من 1 ابريل لحد النهارده ب 600 جنيه لكل موظفي الدوله اللي هم في القطاع الحكومي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وحتى شركات القطاع العام. تمام. الحاجة الثانية برضو بالنسبة للموظفين، الحقيقة ان الحد الادنى لشاغلي الدرجة السادسة اللي هو لسه داخل الخدمة جديد، ايوة كتير قوي ابتدائية في بداية السلم الوظيفي زي ما بيقولوا، ده كان الحد الادنى للتعيين 3500 جنيه، هيرفع الى 4000 جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه. طب هنزود اللي في الدرجه السادسه بس ولا الدرجات الثانيه؟ لا، الدرجه الثانيه والاولى كل الدرجات، يبقى كل الدرجات من الدرجه الاولى ومستشار ول 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 وانت طالع والممتازه و و و لغايه بدايه من الدرجه السادسه هيزيدوا 500 جنيه. 500 جنيه لكل درجه من هذه الدرجات، لكل درجه. تمام. عندنا ايضا كمان بالنسبه للاعفاء الضريبي، الإعفاء الضريبي كان الحقيقة كان 24000 جنيه في السنة. أيوه. اترفع ده لمين؟ 24000 ده لمين؟ من 1/7 اللي فات ده اترفع بقى. لا يا فندم، ينطبق على مين؟ ده بتكلم على الموظفين؟ هقول لحضرتك. اتفضل. كان 24000 اترفع في 1/7 الماضي ده ل 36000 بنسبة 50%. أيوه. واترفع أيضا في هذه الحزمة الأخيرة الجديدة إلى 45000. يعني وكأننا طلعنا من 24 ل 45، يعني حوالي 45% زياده في الاعفاء الضريبي. مين يستفيد منه بقى؟ ايوه، يستفيد منه جميع موظفي الحكومه. تمام. ويمتد الاستفاده الى جميع الموظفين والعاملين في جميع شركات القطاع الخاص. لان خاص بيخضعوا، ايوه فهمت، كل دول بيخضعوا للضرايب، وبالتالي انا بزود الاعفاء. يعني انا وانا بشتغل في صدى البلد دلوقتي ينطبق عليا كقطاع خاص انه الاعفاء توصل 45%؟ اكيد اكيد. تمام. بس بطمن زمايلي بس عشان هم قالوا لي اسالك. تمام. ايضا بالنسبه لبقيه الحزمه، الحقيقه في عندنا الناس اللي هم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه. طب قبل التكافل وكرامه، معلش يا استاذ محمد استحملني، الاعفاء الضريبي هيتطبق من امتى؟ كل ده حضرتك مرتبط بالقانون الذي سيصدر المجلس النواب، لان كل هذه الامور تمام لا بد ان يصدر بها تشريع قانون مجلس النواب. يبقى معنى كده ده هينطبق على يعتمد الحزمه مره واحده بكل ما فيها من مكونات. تمام تمام. الحاجه اللي فاضله بعد كده بنتكلم عن المستفيدين من التكافل وكرامه، والحقيقه هم دول يعني في 1/4 اللي فات ده زادوا 25% من الفئات اللي كانوا بياخدوها، وبيزيدوا في هذه الحزمه الجديده 15%، يعني الزياده بتاعتهم وصلت ل 40% مما كانوا يحصلون عليه 1 ابريل الماضي. دول على فكره يا استاذ عزه بنتكلم في 5 مليون اسره بتستفيد من برامج تكافل وكرامه. 5 مليون اسره بالظبط يا فندم. طيب من شويه قلنا في 11 مليون معاشات و5 مليون موظف و5 مليون اسره. ما تقول لي اجمالي المستفيدين من قرارات سياده الرئيس امبارح قد ايه؟ على الاقل 21 مليون اسره، لان 11 معاشات وخمسه موظفين وخمسه تكافل وكرامه، ده غير الحاجات الثانيه اللي هم بقى ايه الاعفاء الضريبي اللي احنا يمكن مش قادرين نحسبه قوي، وغير الناس المستفيدين من الحد عشان ده ليه علاقه بالظبط. فيعني بتتكلمي على شريحه كبيره جدا، او نقدر نقول يعني هذه الحزمه ما يقرب من ثلث الشعب المصري، مغطيه عدد كبير جدا من الاسر. لو بنتكلم عندنا حوالي 25 مليون اسره، يكثر او يزيد يعني عن كده او يقل شويه. طب بنتكلم على شريحه كبيره جدا من الاسر المصريه تم تغطيتها في هذه القصه. اجمالي المستحقات دي يا استاذ محمد كلفت الدوله المصريه كام؟ كلفت الموازنه كام؟ هذه الحزمه اتكلفت حوالي 60 مليار جنيه في السنة. 60 مليار في السنة. 60 مليار جنيه في السنة. رقم اللي اتكلمت عليها لحضرتك دي. نعم. طبعا ده رقم كبير. رقم ولكن كبير. ولكن كان الهدف من ضخ هذا الرقم الحقيقة هو تخفيف الآثار السلبية. طبعا. من الموجة اللي جت الحقيقة من بره، احنا مالناش ذنب فيها، يعني كورونا مش بتاعتنا.
يعني ظروف مستوردة من الخارج وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية ليست وليدة في المجتمع المصري، ولكنها أيضا هي فروض ظروف عالمية فرضت علينا. أيوة. ولكن الحكومة بتحاول أنها بقدر المستطاع أن تخفف من آثار هذه الموجة التضخمية. هو ده الرئيس مش المواطن. الحكومة الحقيقة، الحكومة ما تعملش الحركة دي. توجيهات فخامة لا توجيهات الحكومة، والحكومة طبعا لابد أن تلتزم وتنفذ توجيهات فخامة الرئيس طبعا. طبعا بشكرك فندم، بشكرك لهذا التوضيح أستاذ محمد عبد الفتاح، بشكرك شكرا جزيلا. النهاردة سيادة الرئيس كان في اجتماع، في هذا الاجتماع وجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، وأنا بشوف أن ده كلام واضح وصريح ومباشر يؤكد اهتمام سيادة الرئيس وتقديره للإبداع وللثقافة وتقديره أيضا للمبدعين والمثقفين. مدينة زي مدينة الفنون والثقافة أعتقد عدد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين شافوها. أتمنى أن كل ما هو له علاقة بالإبداع بالفن المصري وبالثقافة المصرية يشوف هذه المدينة العظيمة اللي بالفعل هي شيء مشرف للإبداع وللثقافة المصرية. وزير الري النهارده دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري كان في اجتماع، الاجتماع كان لمتابعه موقف تنفيذ مشروع اسمه المسار الناقل لمياه الصرف، مياه الصرف الزراعي، ده لفين؟ لمحطه الحمام، ودي احد مشروعات اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر. خلينا نعرف تفاصيل ورحب بدكتور محمد غانم متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. طيب هو مش موجود معنا على التليفون بس هنحاول نجيبه على التليفون، والحقيقة انه طبقا في حاجات كده بتحصل تخليك لازم انت تفكر فيها زي ما انا قلت قبل كده، ودي التالت مرة بقول لمن يهمه الامر انه احنا محتاجين اعادة تقييم للمباني القديمة في مصر في كل المحافظات، لأنه لا قدر الله لو يعني ربنا ما يجيب غير كل خير، لكن فكرة الزلازل الواردة دلوقتي في مباني عندنا بتسقط لوحدها من غير لا زلزال ولا يحزنون، لوحدها كده المفروض ان هي كانت قايله للسقوط، وفي ناس بترضى تخرج من المكان بتخاف وفي ناس ما بترضاش. عايزين نشتغل بشكل رسمي ونعمل خريطه كده او نعمل احصائيه، نعمل تقصي على عدد المباني اللي في مصر اللي قايله للسقوط علشان نحافظ عليها ونحافظ على الناس. بمناسبه اللي بيحصل في ليبيا وفكره انهيار السدود، وكنا من شوية بيحكي لنا عنها دكتور سمير فرج، أرجو برضو من كل المعنيين فيما يتعلق بالسدود، احنا داخلين موسم الشتاء موسم الخريف، انت بتتكلم على أمطار قد تكون غزيرة لأنه التغيرات المناخية واضحة جدا على مستوى العالم، محتاجين برضو ان احنا زي ما بنقول كده نشيك ونتابع على السدود بتاعتنا المصرية، نتصرف في إذا كانت الأمطار غزيرة في سيول هنعمل إزاي نستفيد منه. خليني أرحب لأن رجع لنا دكتور محمد غانم متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. مساء الخير يا فندم دكتور محمد. يا فندم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اشرح لي بعد إذن حضرتك تفاصيل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام. الحقيقه المشروع دوت بيعتبر احد المشروعات الكبرى والهامه اللي بيجري تنفيذها حاليا في اطار التوسع في مجال اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي. نعم. طبعا يمكن هنا احنا لازم نبقى عارفين نقطه مهمه جدا، وهي انه مواردنا المائيه في مصر محدوده. نعم. احنا بنتكلم عن حوالي 60 مليار متر مكعب فقط هي موارد مصر المائية. نعم. من حين طبعا ال 55.5 مليار اللي هم حصة مصر من مياه نهر النيل، بالإضافة لبعض الموارد المائية المحدودة من مياه الأمطار أو المياه الجوفية العميقة. نعم. يقابل ال 60 مليار دولت أكثر من 110 مليار متر مكعب من
الاستخدامات. يعني احنا بنتكلم على الضعف لما بنقارن 110 ب 60 مليار، فرق كبير بنستخدم جدا. الضعف تقريبا الضعف. نعم. فرق كبير جدا. بيتم تعويض جزء من هذا الفارق الكبير بين الموارد والاستخدامات المائيه من خلال اعاده استخدام الميه. نعم. يعني مياه الصرف الزراعي بيتم اعاده استخدامها سواء من خلال تدوير هذه المياه اكثر من مره داخل المنظومه المائيه. نعم. احنا عندنا المئات من محطات الخلط اللي بترفع الميه من المصارف لتغذية الترع، مع طبعا ضمان نوعية مناسبة في بعد عملية الخلط بين مياه الصرف والمصارف الزراعية وبين مياه الترع. وبعد كل هذه العملية احنا بنتكلم على 4-5 مرات بيتم تدوير المياه، مياه الصرف الزراعي داخل المنظومة المائية. كمان في نهاية شبكة المصارف الزراعية بناخد المياه دي علشان نقوم بمعالجتها. نعم. طبعا منذ فترة السيد الرئيس افتتح محطة بحر البقر. نعم. ودي بتعتمد على مياه الصرف الزراعي اللي موجودة في شرق الدلتا. في شرق الدلتا مصرف كبير هو مصرف بحر البقر، من أكبر المصارف الزراعية، بيتم تجميع هذه المياه ومعالجتها في محطة بحر البقر. ده بنتكلم. نعم. عن شرق الدلتا. نعم. مشروع المسار الناقل لفرعة محطة الحمام هو نفس الفكرة ولكن في غرب الدلتا، بيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا ونقلها من خلال مصر ليصل إلى محطة المعالجة في الحمام. نعم. المحطة دي محطة عملاقة جدا، لو احنا بنتكلم على محطة بحر البقر محطة كبيرة، محطة الحمام دي محطة كبيرة جدا. يعني احنا مثلا محطة بحر البقر حاليا هي الأكبر على مستوى العالم، ودخلت بالفعل موسوعة جينيس باعتبارها أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب. نعم. بشفة الحمام اللي بقى في غرب الدلتا، محطة الحمام أكبر منها كمان، بنتكلم على 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. يعني محطة الحمام أكبر من بحر البقر كمان. من بحر البقر. لما تخلص تكون هي أكبر محطة في العالم، هي لتدخل موسوعة جينيس. نعم. بدل محطة بحر البقر. نعم. يمكن ده بيورينا حجم المجهود الكبير اللي الدولة بتبذله. طبعًا. إزاي إن إحنا بنستفيد بكل نقطة مية. يمكن في معظم دول العالم مياه الصرف الزراعي بيرموها في البحار والمحيطات. إحنا بسبب محدودية مواردنا المائية ليس عندنا هذه الرفاهية على الإطلاق. إحنا نستفيد بكل نقطة مية. بناخد كل نقطة مية حتى مياه الصرف الزراعي بعد ما بندورها جوه السيستم نفسه 4 أو 5 مرات، كمان في آخر شبكة الصرف الزراعي بناخدها وبنعالجها وبنستخدمها برضو. وده بيورينا قد إيه إحنا حريصين على كل نقطة مية، وقد إيه حجم المجهود الهائل اللي الدولة بتبذله عشان تستفيد بكل نقطة مية وتستوفي كل الاحتياجات المائية لكل الاستخدام. دكتور محمد، يبقى معنى كده، وتبقى أنا طبعا مش فاهمة زي حضرتك بس بحاول يعني أسألك أفهم منك وعشان المشاهد، إنه محطة الحمام لما تكتمل إن شاء الله ده اللي بيخلينا نستهدف زراعة أراضي أكتر. بالضبط يا فندم، هي دي كلها مشروعات لتحقيق الامن الغذائي. نعم. واستصلاح اراضي جديده. فاي مشروعات تنمويه سواء للزراعه او غيرها من المشروعات التنمويه محتاج مصدر ميه. انا عندي محدوديه في مواردي المائيه، فبلجأ لاعاده الاستخدام كمورد مائي اقدر استفيد منه. نعم. من خلال ان انا بعالج، وما اقعدش بقى نتيجه الندره دي والمشاكل للميه ما حطيتش بقى ايدي على خدي وقعدت اقول ما اعرفش هعمل ايه، لا فكرنا سريعا في بدائل بسرعه علشان زراعه تمشي، علشان امن غذائي يمشي، علشان الدنيا تدور كتنميه بشكل عام. بما ان مواردنا المائيه المحدوده فلازم ان احنا نلجا لاعاده الاستخدام بهذا الشكل وبهذه المشروعات الضخمه اللي بتقوم بيها الدوله. نعم. طيب هستأذن حضرتك، سؤالي الأخير دكتور محمد، أنا كنت بقول ده كنت لسه حضرتك ما شرفتنيش على التليفون، نتيجة اللي حصل في ليبيا ربنا يا ربي يحفظهم ويتعدي الأزمة دي على خير، وغيرها الحقيقة، لأنه فكرة تغيير المناخ في التعامل مع سدود شفناها في أماكن كتيرة، طمني عن متابعة حضراتكم للسدود المصرية نتيجة وجاهزية استقبال الأمطار الغزيرة والسيول في مصر. هو طبعا ملف التغيرات المناخية الوزارة والدولة المصرية منتبهة جدا لهذا الأمر.
يعني يكفي بس ان انا اقول لحضرتك انه في خلال السنوات الماضيه تم انشاء ما يقرب من 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة مطروح، جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول في جميع محافظات الوجه الإبلي. مجهودات كبيرة، بتكلم 1500 منشأ تقريبا، علشان نقدر نحمي أهالينا المواطنين في كل هذه الأماكن. نعم. ونحمي المنشآت سواء طرق أو بنية تحتية أو خطوط. نعم. كهرباء أو غيرها. بالإضافة أن هذه المنشآت المائية بتحجز كميات من المياه، وبالتالي دي بتفيد السكان في هذه المناطق. طبعا معظم هذه المنشآت أو كلها تقريبا منشأة في مناطق صحراوية. أهالينا البدو بيستفيدوا من كمية المية، حتى لو كانت كميتها محدودة. نعم. بيستفيدوا من هذه الكمية اللي بيتم حجزها أمام هذه المنشآت. أيوة. وبيستفيدوا منها سواء استخدامات الشرب أو استخدامات الرعي البسيطة وخلافهم. أيوة. وده أمر مهم جدا، بنقدر من خلال هذه المنشآت نحمي أهالينا ونحمي منشآتنا من أي أثار تدميرية للسيول ونستفيد ونستفيد منها بهذه الكميات من المياه حتى كانت محدوده، ولكن ده برضه بعد اخر نتكلم احنا حتى كميات الميه دي بنحجزها وبنستفيد بيها، لان احنا مش بنسيب نقطه ميه الا لما بنستفيد بيها بسبب محدوديه مواردنا المائيه. اشكرك فندم، اشكرك دكتور محمد غانم، اشكرك شكرا جزيلا. مهم الجاهزيه قبل المواسم دي، حاجة بتبقى في غاية الأهمية. هطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هشرفني دكتور ريدة فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، انتظروا. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور ريدة فرحات. أهلا بحضرتك معاني فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك فندم. أهلا بيك. خليني أبدأ مع حضرتك. من امبارح سيادة الرئيس وهو في بني سويف قال انه استجابة فورية لكل مخرجات الحوار الوطني، بعدته ايه؟ خلينا حضرتك الاول نقول ان الحوار الوطني ده، يعني انا عايز اقول ان هدية من السيد الرئيس لما اطلقها في مناسبة كانت جميلة، افطار الاسرة المصرية. أي. دي كانت هدية للنخب السياسية والنخب الاقتصادية والنخب المصرية بصفة عامة. نعم. فرصة ان الجميع يجلس على طاولة واحدة ويتجاذب الرؤى. نعم. الاطروحات ونصل الى مساحة من التوافق. نعم. كانت مفقودة. ايوه. يعني كانت مفقودة فعلا، كنا محتاجين. نكسر البعد اللي بيننا ده طبعا، ونتجمع، لازم كان نتجمع. ايوه. والتجمع ده عايز اقول لحضرتك ان اكتشفنا ان وجود مساحات كبيرة جدا من التوافق كانت بين الاتجاهات السياسية. ايوه. حاجات كتير قربنا منها لنتائج كويسة. والدليل على كده ان اللي كان فيه مخرجات بتخرج من مجلس أمناء الحوار الوطني بيصعدها على طول السيد الرئيس. وفي جزء مرحلة أولى خلصت من الحوار الوطني. وتصعدت للسيد الرئيس، والسيد الرئيس خد فيها قرارات فورية. نعم. وهذه القرارات الفورية هي نتيجة إحساسه بنجاح الحوار الوطني فيما نجح ليه. نعم. طبعا. نعم. طبعا. نعم. وانا بقول لحضرتك يعني يعني في ملفات معينه ودايما كنا يعني نقول في الاصلاح السياسي، حتى في ملف الاصلاح السياسي او المحور السياسي بصفه عامه، كان في خلافات مثلا في النظم السياسيه والنظام الانتخابي. نعم. توافقنا على حاجات كتير فيه جدا. نعم. كل ما توافقنا لما تمش توافق عليه تم طرحه للسيد الرئيس للاختيار بين عده بدائل. نعم. لكن في النهايه ان في يعني هنتكلم عنها. أيوه. لما حضرتك. أيوه. نوصل. أيوه. انا بتصور برضو انه لولا الحوار الوطني ما كانتش الافراد او الاطراف بمعنى ادق المختلفة كانت تجتمع في مكان، يعني هو كانت فرصة، وفرصة عظيمة الحقيقة، لأنه أبناء الوطن كلهم يجتمعوا في مكان مع اختلاف الآراء، وهي دي سنة الحياة، أنه يبقى في رأي ورأي آخر، يعني مش بالضرورة مين فينا يفوز، بالضرورة أن احنا نقعد مع بعض. تغليب المصلحة العامة ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية. نعم. دي كانت مهمة جدا وكانت نقطة توافق. نعم. عدم المساس بالدستور، يعني برضه دي من الآليات اللي كانت محطوطة في الحوار الوطني. طبعا. احنا ما نجيش ناحية الدستور لأن احنا توافقنا عليه. خلينا أضرب مثلا المجالس المحلية. الإدارة المحلية بصفة عامة
المجالس المحليه غابت من 2011 لغايه النهارده، وكان في عدم توافق على القانون الخاص بيها. لما تناقشنا في جلسات الحوار الوطني، وكان في بقى مساحه متقدمه اللي هي الجلسات المتخصصه اكثر تخصصا بتضم عدد قليل غير الجلسات العامه، وصلنا لتوافق على النظام الانتخابي اللي كان مسار خلاف من 2017 منذ قدم اول مشروع للقانون للمحليات. يعني كلنا توافقنا على ان يبقى 75% قائمه مطلقه مغلقه و25% بالقائمه النسبيه المنقوصه، ما يقلش عددها عن 3 افراد. وده ادى اريحيه تامه للاحزاب اللي موجوده، بنقول يعني الاحزاب المواليه واحزاب المعارضه واحزاب الحركه المدنيه، التيارات السياسيه، النخب السياسيه اللي كانت غير منتميه للاحزاب او مستقله، الخبراء اللي جم وحضروا. تناقشنا باريحيه تامه، كل واحد قال رايه، وفي النهايه جزء تنازل الجزء الثاني عشان نقدر نعدي بهذا الجزء الهام جدا، لانه جزء من القوانين المكمله للدستور معطل يعني. فكان مهم جدا احنا نتوافق عليه. الاحزاب السياسيه يا فندم، يعني الحقيقه من زمان، مش حتى بمناسبه الحوار الوطني، من ما قبل الحوار الوطني، ودايما الاراء السياسيه مجمعه، عايز اقول بمعنى مجمعه، على انه 100 وشويه حزب في مصر، ده كتير قوي يعني، مش كده انت بتتكلم كل شويه من المصريين عاملين حزب. فهل هتقدروا تتوصلوا لشيء فيما يتعلق بدمج الاحزاب السياسيه مثلا قبل الانتخابات الرئاسيه القادمه المقبله؟ نتكلم في وقت قليل. الدمج اصلا ولا هيبقى صعب؟ دمج الاحزاب السياسيه هو فكره مطروحه من فتره يعني. ايوه، يمكن حزب المؤتمر اللي أنا يعني عضو فيه وبمثله كان نتيجة اندماج عدد من الأحزاب والائتلافات، 25 حزب تقريبا اندمجوا مع بعض في 2013، كونوا حزب المؤتمر، كانت تجربة كويسة. قانون الأحزاب السياسية نفعت اهي، شغال، جربتوها ونفعت. خلي بالك احنا في ميزة في مصر، ان الأحزاب السياسية كلها ما فيش خلاف قوي في الرؤى والأيديولوجيات بتاعتها، حاجات بسيطة، احنا عندنا يمين ويسار ووسط، سهل جدا ان احنا نتوافق. ليه؟ لان احنا بنحافظ على من يندمج داخل البوتقة الحزبية، ان الرؤية السياسية بتاعته تبقى ماشية في الاطار، يعني الايديولوجية بتاعته احنا ما بنتدخلش فيها قوي، مفهوم. لكن في النهاية بنتفق على اطار عام يمثل الكيان الحزبي اللي اندمج مع بعضه ده. فدي تجربة. اشكاليتها ايه؟ ان القانون 40 لسنة 77 وتعديله بالقانون 12 المرسوم بقانون الأزهر المجلس العسكري لسنة 2011 لم ينظم هذه العملية، وما فيش حظر عليه، ولكن هي غير منظمة. فالجلسات الحوار الوطني ناقشوا هذا الموضوع، الجلسات المتخصصة كانت في جلسة متخصصة من 3 أيام كده ناقشوا فيها هذا موضوع الدمج، وصلوا القرار أنه يبقى دمج منصوص عليه في قانون اختياري، والأحزاب ستدفع له بإرادتها، بس ما نقدرش نعمله طبعا قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه محتاج تعديل تشريعي، محتاج إطار تنظيمي قانوني، مش هنلحق، لكن قد، لكن موجود. لا أقصد ممكن تلحقه قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. لا أنا هقول لحضرتك هو موجود برضو دلوقتي. ليه؟ لأن احنا في تحالفات حزبية قائمة دلوقتي لدعم الترشيح الرئاسي، فموجود عدة أحزاب، تحالف الأحزاب المصرية 42 حزب موجود، مع مستقبل وطن وجه الدعوة، حزب مستقبل وطن، في مصر الحديثة، في حماة الوطن، المؤتمر، عدة أحزاب عملوا تحالف مع بعض وبيتحركوا، وما مفتوح المجال لمن يرى تدعيم مرشح من المرشحين. احنا اعلنا تأييدنا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يعلن ترشحه، ولكن احنا بندعوه انه يعلن ترشيحه. وقلنا في الأسباب أن نتمم المرحلة اللي انطلقت والإنجازات التي تمت، دور التحالفات ودور الأحزاب في هذه الفترة، إحنا ظلمنا الأحزاب فترة طويلة. الأحزاب هي بتعبر عن أو هي همزة الوصل ما بين القاعدة والقمة. مين إحنا؟ إحنا كلنا كنظم سياسية، نخبة سياسية، بما فينا الأحزاب، بما فينا الأحزاب نفسها. ليه؟ لأن إحنا
انشغلنا بقضايا معينة أو بقضايا فرعية، اصطدمنا بعائق هو مشكلة التمويل المادي لدى الأحزاب. عدم دي مشكلة طبعا بيأثر عليكي. انت محتاجة التمويل عشان تعملي برضو استشارات بحثية أو أكاديمية وتدريب للكادر السياسي وتثقيف للكادر السياسي. في جزء فترة غياب المحليات من 2011 منذ حلها لغاية النهاردة، نخبة كبيرة جدا من الشباب ده مأثر على البرلمان نفسه. ده هو المدرسة اللي بتطلع كوادر مفرخ للبرلمان مفرخ مفرخ. فبالتالي احنا النهارده بنجد فرصة ان ال 106 حزب دول في الاحزاب الكبيرة، لو في حزبين كبار عايزين يدمجوا مع بعض اهلا وسهلا، لو في مجموعة احزاب صغيرة عايزة تندمج في اطار حزب يعني ده مطروح وصدرت بيه توصية هترفع للسيد الرئيس تمام في الجزء الثاني من توصيات الحوار الوطني اللي هيترفع للسيد الرئيس. هيترفع قريبا ده خلاص يعني احنا ايه تاني هيترفع قريبا لسيادته؟ في موضوع تمويل الاحزاب، موضوع لجنة شؤون عاملين مقترحات، في مقترح لتمويل الاحزاب، في تمويل مباشر. خلينا نقول ان في تمويل مباشر من الدولة، وده كان موجود في القانون 40 لسنة 77 والغاء المجلس العسكري صحيح في 2011 وعلى تحفظات بسيطة، يعني الاحزاب الدولة هتشتريها. لا ابدا بالعكس، هذا التمويل مهم جدا، يكفل للاحزاب على الاقل انها تكون الاستمرارية موجودة، تدفع في يعني مبالغ مالية اساسية شهرية، المرتبات، المقرات طبعا، عشان اقدر اوجد مقرات، عشان الاحزاب تقدر تخرج من نطاق المدن الى الريف وتمارس يعني الدور تمارس الدور بتاعها في اعداد الكوادر. فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه، توصلتوا لايه او تم ايه المناقشات اللي حصلت؟ الانتخابات الرئاسيه هي يعني مش مطروحه في مجال الحوار الوطني بشكل، لكن لازم الحوار الوطني اتكلمتوا فيه لان لازم الحوار الوطني ينتهي من توصياته، والجزء الاول طلع للسيد الرئيس، الجزء الثاني يطلع قبل او مع بدايه اطلاق الهيئه الوطنيه للانتخابات مواعيد التنظيميه. انتوا كده اعتقد حضراتكم هتقدموا ده قريبا خلاص. طبعا خلاص احنا بنتكلم في 20 تقريبا سبتمبر عشان كمان ضروره في توصيه كمان ان ضروره الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسيه، وده مهم جدا. وفي توصيه طلعت من الحوار الوطني من مجلس الامناء بمد الاشراف القضائي. وعلى فكره الدستور نظمه ان العشر سنوات التاليه للدستور تحت اشراف قضائي كامل. ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات من حقها أن تستعين بالهيئات القضائية، تقول رأيها طبعا من حقها تستعين مبدئيا، ده في الدستور بين الهيئات القضائية، ما في جهات قضائية وفي هيئات قضائية. جهات القضائية اللي هي القضاء اللي هو القضاء المدني ومجلس الدولة، لكن في هيئات قضائية اللي هي هيئة قضاء الدولة وهيئة النيابة الإدارية. فدولت إلى أن تستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات موظفيها اللي هتدير بيهم العمليات الانتخابيه والاستفتاء والكلام ده، من حقها تستعين بالهيئات القضائيه. ومد الاشراف القضائي يعني ده حصانه للناخب وحصانه للمجتمع، العمليه الانتخابيه كلها. على فكره احنا بنثق تماما في القضاء المصري، اشراف القضاء المصري. برضه توصيه طلعت من لجنه الاحزاب السياسيه بان لجنه الاحزاب السياسيه كان في مطالب انها تبقى مفوضيه، لكن قالوا لا تستمر وتظل لجنه قضائيه تكوينها بالتساوي، يعني 10 اعضاء هم يعني من محكمه النقض ورؤساء محكمه الاستئناف ومجلس الدوله فيها. فبالتالي تستمر لجنه شؤون الاحزاب بتشكيلها القضائي، ده حصانه للاحزاب وتوسع اختصاصاتها. يعني احنا طلبنا ان يبقى ليها توسيع في الاختصاصات، يبقى لها موازنه ماليه مستقله بيها، يتشكل لها امانه فنيه تمارس دور في مراقبه تطبيق الاحزاب للوائح بتاعتها. يعني انا عندي لائحه واسعه شويه ومرنه، ما بقولش للجنه شؤون الاحزاب تدخلي في لائحتي، اللائحه عملها المؤتمر العام للحزب او الجمعيه العموميه للحزب، وبالتالي ما بقولش تدخلي فيها، ولكن راقبي تطبيقها، شوف الحزب يطبقها صح ولا لا. التعامل مع الحزب بشكل يبقى في مساحة انها تدي الاحزاب فرصة، يعني انا ممكن اجمد نشاط الحزب لمدة سنة لحين توفيق اوضاعه. يصدر توصية من دي مرونة، دي مطلوبة. لكن الحوار الوطني مؤمن اصلا بفكرة انه لازم يبقى في وجود على الارض للاحزاب السياسية المصرية
لان ده هيغير في مفهوم المواطن المصري السياسي. اخد من كلمتك الدكتور ضياء رشوان قال كلمه، والدكتور علي الدين هلال في الجلسه اللي فاتت دي قال لك البلد مستقبل البلد غير امن بدون وجود احزاب سياسيه. صحيح. وانا بقول ان اللي حصل صحيح. في 2011 انا وجهه نظري الشخصيه اللي حصل لانه في اي ظروف لا قدر الله الحزب بيسد اللي حصل في 2011 او الاحزاب لو كانت هناك الشباب قاموا بثوره يناير 2011 ولكن لم تكن لهم قيادات تقود هذا الشباب فاختطفت الثوره من جماعه الاخوان. ايوه لو كان في احزاب قويه في هذا التوقيت بجانب الحزب الوطني كانت قدرت تقود هذا المشهد ويبقى فيه انتقال سلمي سياسي للسلطه. هو ده اللي انا اقصده. ده اللي احنا بنقول عليه ان وجود إن الاحزاب ضمان امن. وجود الاحزاب اقصد مش الحزب. الاحزاب يعني صفة يعني عامة. احنا عايزين اضعف الايمان لو بنتكلم في 5 احزاب قويه في مصر فردا، لو بنتكلم على اليسار بنتكلم على الوسط بنتكلم على اليمين، يعني مش بتكلم لان الفكره دي اللي عملها الرئيس السادات الله يرحمه، بس اقصد ان انت تديني بس التنوع ده متوفر والاقي انا القناه السياسيه السليمه إيه ان انا انضم ليها ومارس نشاطي السياسي، اعتقد احنا في اشد الحاجه لده وبسرعه. ده اكيد قنوات ده موجود اكيد، ما لازم يكون موجود احزاب قويه قادره على جذب الشباب، جذب الفئات النخب اللي موجوده، يبقى لها اكاديميات للتثقيف السياسي والاقتصادي، تصدر عن الاحزاب توصيات. وخلي بالك من ضمن اللي يجب ان نحافظ على الهديه بتاعت الحوار الوطني دي ان تكون هناك اليه مستمره. ايوه للحوار الوطني ما يتقفلش لمناشدة انه لا يغلق هذا الحوار. انا اتمنى ويطرح يتشاف صيغه ما لاستمرار الحوار، يفضل مستمر ويجتمع ان شاء الله كل 6 شهور يناقش قضيه عامه، حتى يبقى في مؤتمر عام، قضيه خاصه بالتعليم، قضيه خاصه بالصحه، تجمع كل الاطراف ويقعدوا. ده مهم. ويقولوا ليه؟ لان هي بتوصل رؤى الاحزاب ورؤى النخب ورؤى منظمات المجتمع المدني للحقيقه، بتوصلها للسيد الرئيس. طب هو لما صعد من الحوار الوطني للتوصيات السيد الرئيس عمل ايه؟ ما هو ادى توصيات للحكومه اذا كان هو بايده القرار نفذه. صحيح. اذا كانت في حاجات محتاجه الحكومه بعتها للحكومه، اذا كانت في حاجه بالسنية تشريع هتروح للبرلمان. صحيح. والبرلمان عباره عن ايه؟ ما هو عده احزاب ونخب مستقل. يعني اذا دور الاحزاب مهم جدا في البرلمان. في تقديرك دكتور رضا، ومش عارفه تقدر يعني اتمنى حضرتك ترد عليا في السؤال ده بصراحه بلا تجرد، يعني اهم ما نجح فيه الحوار الوطني من مخرجات غير فكره انه الحوار الوطني فرض فكره الوطن يتسع للجميع، لا انا بتكلم كمخرجات نجحتوا فيه. نجحنا في حاجات كتير جدا. اقول لحضرتك يعني خلينا نمسك المحور السياسي. تمام. كل ما نقش من موضوعات صدر عنها توافق هينتج عنها تحرك على المستوى السياسي. مفيش مطلب من سواء التنفيذي او التشريعي. طبعا حاجات كتير جدا، زياده عدد اعضاء مجلس النواب، مد الاشراف القضائي، التمويل المادي للاحزاب، لجنه شؤون الاحزاب، الدمج، القضايا الخاصه بالمحليات كلها. ان احنا النهارده من نتاج الحوار الوطني هيكون صدور قانون المجالس المحليه وقانون الاداره المحليه بقاله 10 سنين مش ما صدرش، وبالتالي احنا عندنا يعني استحقاق دستوري مكمل للدستور هيتم بعد انتخابات الرئاسه ان شاء الله. نعم. اللي هي انتخابات المجالس المحليه. نعم. ففي حراك سياسي. طب من مكتسبات الحوار الوطني ايه؟ عفوا، هل ناقشتوا انه ممكن تكون دي فكره مجرد ان انا بطرحها ما اعرفش ناقشتوها ولا لا، انتخابات المحليات تبقى مع انتخابات مجلس النواب او مجلس الشورى، فكره بس توفير مصاريف او لا يعني ولا ده لم يطرح؟ هي صعبه عشان بس هيبقى عدد البطاقات الانتخابيه واستمارات كتير جدا، لان خلي بالك مستويات المجالس المحليه اذا تركت ده مستوى محافظه، مستوى مركز، ومستوى مدينه، نعم. ومستوى قريه. نعم. فالناخب مطلوب منه يدخل يصوت على 5 6 بطاقات تصويت. صح. منها فردي ومنها نسبي. هتبقى في صعوبه يعني. في فطبعا الموضوع صعب جدا على طول. من مكتسبات برضو الحوار الوطني حضرتك ان احنا قاعدين مع بعض النهارده.
ما هو المساحة اللي خلقها الحوار الوطني أيوه. ادى مساحة للإعلام أيوه. انه يستضيف ونتكلم في افكار نتيجة العصف اللي حصل في الحوار الوطني، وبالتالي نعم. احنا بنخلق حالة من الوعي لا والاحوال الشخصية كمان. انتوا انا لسه كنت هتكلم بقى فيما تعالى اخرج من المحور السياسي وتخصصي عشان انا علوم سياسيه اصلا، فيعني ايه اخرج عنه نيجي بقى نقول لحقوق المراه والولايه على المال وقضايا دي طلعت بيها توصيات في المرحله الاولى. نعم. الحريات والحقوق العامه، مفوضيه التمييز، لا حاجات كتير طالعه من الحوار الوطني رائعه. والواحد في مكتسب يمكن انا عايز القى عليه بظلال بسيطه كده، الشباب بتاع الامانه الفنيه للحوار الوطني اللي هم يعني كانوا موجودين بينظموا الجداول الاعمال ويحطوا المقترحات ويلموا المقترحات ويصيغوها مع المستشار معالي المستشار محمود فوزي الامين العام للامانه الفنيه للحوار الوطني، دولت استفاده احنا كسبنا جيل ممارسة. من الشباب مارسوا وشافوا اساتذتهم. أيوة. انا بقول اساتذتهم لان في ناس مننا بتدرس لغه نعم. في الاكاديميه الوطنيه نعم. اساتذتهم وخبراء واعلام وشافوا مناقشات وشافوا ازاي ان احنا بنتخانق او مش بنتخانق، صوتنا ممكن يحصل شد وجذب نقاش. بس في اخر النقاش في الجلسه طلعت بنتيجه، هذا الحراك هو ايضا حاجه جميله جدا، هو ايضا متنفس جيد، ادينا مثل للشباب بتاعنا كيفيه الحوار. الخلاف الراي لا يفسد للوطن قضية. نعم. مش معنى ان احنا مختلفين ان احنا مش هنقوم نسلم على بعض بعد كده، مش معنى ان احنا مختلفين ان احنا مش هنقعد مع بعض نتكلم، مش معنى ان احنا مش معنى ان احنا مختلفين فنخون بعض. هي فكرة التخوين. ما عادش في مساحة التخوين دي خالص. نعم. بالعكس هقول لحضرتك الحركة المدنية، أحزاب الحركة المدنية كانوا مصرين في المجالس المحلية على القائمة النسبية. أيوه. وخلي بالك ده الحاله الوحيده في النظام الانتخابي، يعني نظام انتخابي المجلس النواب اتبعت 3 آراء لسياده الرئيس. مفهوم. لكن في المجالس المحليه اتبعت راي واحد. كل الاحزاب عشان هم كل الاحزاب تنازلت وقالت خلاص نعمل قايمه نسبيه ولان هم منقوصة. شباب لا، لان في راي موجود فصيل في المجتمع شايف ان القايمه النسبيه تدي له حق. تعال اقعد معايا. انا مش عايز اغيبك. لا انا عايزك تبقى مشارك، انا عايزك تبقى موجود ومشارك معايا وتشيل المسؤولية معايا، عشان لما هتبقى في المسؤوليه اعرف احاسب، اتخاذ القرار هيبقى صعب. لا وتعرف ازاي تحكم على من في المسؤوليه، على من في المسؤوليه، مع المسؤول. نعم. ما هو نعم. انت لو جيت في المسؤوليه هتشوف القرار بيتاخد ازاي، هتشوف ازاي اصعبه. طبعا كلام سهل. اجيب منين واصرف منين؟ موازنات المحليات أيوة. منين أيوة. اصرف منين؟ صح. اجيب منين؟ اوفر للناس دي احتياجاتها ازاي؟ اقدر احط الكلام ده. المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي اتعملت في القرى وتكلفتها دي حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي اتعملت. فبالتالي انا بشوف النهارده حاجات بتحصل، لو ما كانش موجود هذا التجمع وهذا التوافق وهذا الشد والجذب وهذا الحب اللي موجود، والاشتباك على فكرة كله في المصلحة. لما كانوا مفيد. بيقولوا مجلس أمناء الحوار الوطني قعد سنة كاملة ما بيعملش حاجة، وكان ما بيعملش حاجة. كنت أنا بقول إيه؟ بقول لك ده ما بيعملوش حاجة وبيعملوا. كنت أقول لهم هذا هو البطء المستنير. بطء مستنير يعني إيه يا جماعة؟ في حالة من فقدان الثقة، في حاجه من التخوف، في حاجه ان انا مش واثق ان الدوله هتقعدني وهتديني اللي انا عايزاه او هتجيبني او هتوديلي الدعوه. أن مجلس الامناء بالخلاف الفكري الشديد والايديولوجيات اللي موجوده جوه مجلس امناء الحوار الوطني اللي هم 19 ايوه، يقعدوا مع بعض عشان يعملوا توافق ويقدروا يجيبوا النخب تقعد وتجيب توافق، والجلسات التخصصيه ايوه اللي بتتعمل. ما هو في الاخر الجلسه العامه بينتج عنها جلسه تخصصيه 20 واحد. صحيح. ال 20 واحد دولت مصنفين، مش كلهم طبعًا. جايين في راي واحد. أيه. فكره ان احنا نقعد والله في جلسه قعدنا 8 ساعات أيه. عشان نوصل صحيح. لنقطه واحده. لا هو الحقيقه وخارجين بنضحك ومبسوطين وسعداء أيه. بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها. انا تحيه في الاخر لمجلس امناء الحوار الوطني وتحيه للامانه الفنيه. اسمح لي كل الناس اللي ساهمت. هو تحيه لصاحب فكره الحوار الوطني. انا حييته في الاول وقلت ان هي هديه، لانه هديه من السيد الرئيس يجب ان نحافظ عليها ولا نفرط فيها. مش بزايد فيها والله، أن تستمر. بس لولا هذه الفكره ليست مزايده، ما كانت كل هذه القوى ولا هذه الاطراف قعدت جمعتها ترابيزه واحده بالبلدي كده. احنا نجحنا في قرارات والناس هتشوف ان في نتائج ناتجه عن الحوار الوطني اتنفذت. أيوة. في افكار اتقالت جوه الحوار الوطني هتتنفذ، لان اساس الموضوع الصدق، واساس الصدق
أن ينفذ المسؤول ما وعد به. هي دي السيد الرئيس خد على عاتقه أن وعد بالتنفيذ ولازم ينفذ. أيوة. ليه؟ لأنه هيبقى في حالة من نهدم كل جسور الثقة اللي اتعمل، وبالتالي هو ما عندوش مانع، ابعته ونفذه. خلي بالك اللي ما طرح المتخصصين اللي قعدوا دلوقتي، قعدنا بنقعد نقرا ونذاكر ونقعد نتكلم، مش موضوع سهل يعني. أيوة. ففكره انه بيطلع الراي، الراي اساسه ان يكون قابلا للتنفيذ. للتنفيذ طبعا، قابلا وده الصعوبه، قابلا للمشروعيه. صحيح. يعني صحيح. فكره انه قابل يتطابق مع القانون دي واحد، يتطابق مع الدستور دي اتنين، وتعرف تنفذه على الارض، واعرف انفذه من موارد ومن انا مش قاعد اقول احلام. صحيح. لو قلت احلام يبقى فشل الحوار الوطني. كل النجاح للحوار الوطني. بشكرك دكتور رضا، بشكرك، تشرفت بوجود حضرتك معايا دكتور رضا فرحات، تشرفت بحضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عز مصطفى، والى اللقاء.